وللحديث عن هذا الموضوع معنا من الرياض استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر للحديث عن حالات الاعتداء على الممارسين الصحيين. أول شيء نشكرك دكتور خالد لوجودك معنا في MBC في أسبوع. يا هلا وسهلا، حياكم الله. الدكتور خالد، طبعا شفنا من تحذيرات وزارة الصحة لسجن 10 سنوات وغرامة تصل لمليون، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن لم يتم الردع، ما هو تفسيرك لتمادي الوضع أكثر فأكثر؟ أعتقد أنها هي مسألة ثقافة وخطوات يجب أن تتخذ في سبيل نشر هذه الثقافة في محاربة العنف ضد الأطباء. يعني من ضمن الأشياء اللي ذكر في التقرير ما ذكرتوه أنه ما في رادع لهم، في حاجة في المستشفيات اسمها كود وايت، الإشارة البيضاء، وهذا في أي مستشفى في العالم موجود كودات معينة للطوارئ. أي طبيب يحس أن في علامات مبكرة للعنف يجب أن يتعامل معه بسرعة، يرفع السماعة، يتصل على يقول له كود وايت. كود وايت تعني الحضور المبكر لرجال الأمن ولإدارية المستشفى لحماية الطبيب، فلا يتردد الطبيب في هذه النقطة. الشيء الثاني، في علامات مبكرة للعنف، أنت ما تنتظر حتى يصير الاعتداء الجسدي عليك. إذا رأيت حدة في رفع الصوت، إذا رأيت تهديد، إذا رأيت حركة مريبة من مرافقي المريض، إذا رأيته ألم بشديد ويصيح ويرفع صوته، على طول اتصل بكود وايت يحمونك، واطلب ناس حولك يجونك، لأن ظاهرة العنف ظاهرة دولية في جميع مناطق العالم، من أمريكا غربا إلى الصين شرقا. وترى للعلم ما هو بس الأطباء المعرضين للعنف، أكثر مهنة معرضة للعنف في العالم هم رجال القانون المنفذين له، يعني رجال الشرطة، لكن هؤلاء عندهم كورسات في التعامل مع الرجال العنيفين، سواء تفادي الاعتداء اللفظي أو الجسدي. ولذلك من النقاط المهمة جدا اللي حنا ننصح فيها أن إعطاء كورسات للممارسين الصحيين، سواء التمريض أو الأطباء أو الاستقبال، في التعامل المبكر مع الرجل العنيف وكيفية تفاديه وكيفية حماية هؤلاء. لكن أنه نحن لسنا أكثر من باقي العالم في العنف، لكن هذا لا يعني لدينا مشكلة. وزارة الصحة مشكورة قامت بتجريم هذه المشكلة، وضعت قانون لوضعه، والمحكمة أصدرت قرارات حديثا في تنفيذ الأحكام ضد الناس اللي اعتدوا بالعنف، لكن لم يشهر بهم. ربما هذه تكون خطوة مستقبلية في الحد من العنف. طيب دكتور خالد، يعني كويس، يعني كل ما شاء الله النقاط اللي ذكرتها وكل الأشياء اللي حاولت أنك تفندها من الكورسات، من القانون نفسه، من الاحتياطات في التعامل المبكر مع حالات العنف أو بوادر العنف، لكن أنا عندي سؤال الآن. الطواقم الأمنية أو رجال الأمن الموزعين على كل الصروح الطبية الصحية لدينا، سواء في المملكة، سواء في الدول العربية أو حتى في الدول العالمية أو الغربية، ما وظيفتها حاليا؟ طاقم الأمن، احنا قلنا هذه ثقافة، طاقم الأمن يجب أنه يعرف كيف يتعامل مع كود وايت، الإشارة البيضاء، إيش معناها؟ أن فيه مريض كومباتيف، رافع صوته، يهدد التمريض والأطباء، يجب أنه يعرف كيف يشيل الخطر عن الأطباء. هذه كورسات زي الكورسات اللي تعملها لرجال البوليس في التنفيذ في القانون، وكيف أنك تحمي نفسك من الضرر بس ما تضر المريض والشخص اللي ينفذ عليه القانون. نفس الشيء يسوى لرجال السكيورتي اللي في المستشفيات، وظيفته ما هو يجلس على البوابة ويقول ايش عندك روح امسك سيرة، لا، وظيفته انه يحمي الناس الموجودين، يحمي المرضى واقاربهم من الاعتداء، سواء من الفريق الطبي او من حوله، وهذا نادر جدا، او العكس، انه الغالب انه اعتدى المريض او اقاربه على الطاقم الطبي والتمريض. لكن يجب أن يكون له دور إيجابي. واعتقد أنت لو ذكرت في التقرير، سمعت الرجل اللي يقول، الطبيب اللي يقول نحن ما نلقى أحد يساعدنا وما نجد، طيب أنت رفعت السماعة وقلت كود وايت، يحضرون لك خلال دقيقتين السكيورتي، لأن هذا قانون ما يعطى المستشفى ترخيص للممارسة إلا عندهم كودات. زي مثلا في القلب، واحد قلب توقف تتصل عليهم تقول كود بلو، يجونك فريق طبي مختص كيف ينعشون هذا
هذا القلب. نفس الشيء أنا شفت علامات مبكرة لعائلة مريض جاي تعبان في الطوارئ، حنا قسنا الضغط وقام عياله يصيحون يرفعون صوتهم وبدأ الحالة ترتفع في رفع الصوت وفي التهديد، على طول اتصل كود وايت يجون يحمون الطاقم الطبي ليقوم بعملهم ويتعاملون مع الشخص اللي عنده عنف والانفعال نفسي. نعم. طيب دكتور أجل، وش تفسيرك لكثرة الحالات؟ إيش التفسير لكثرة الحالات؟ هل في سم؟ لا حقيقة في دراسة في 2014 أثبتت أنه على عدة مستشفيات في الرياض كان حدوثها في تقريبا 67%، وحنا سوينا السنة هذه على مستشفيين كبيرين في الرياض وكانت النسبة 40%. يعني النسبة هي في حدود المتعارف عليه دوليا، لكن اللي رفع الحوادث هو وجود التواصل الاجتماعي وانتشارها بسرعة أدى إلى أنها تصل للإعلام بصورة أكثر ما كانت موجودة من قبل. أضف على ذلك يجب عندنا مشاكل أيضا، وهو نقص أعضاء التمريض، نقص الأطباء، هذه مشاكل تنحل مع الوقت، لكن هذا لا يعني أن حالات العنف زادت عندنا مقارنة بالدول الأخرى، لا بالعكس، الدراسات اللي خلال الأربع سنوات الماضية تقول أنها أقل، ومن 60% نصل إلى 40%، لكن ما زالت في الحدود الدولية. لكن هذا لا يعني أن نترك المشكلة، بالعكس يجب أن نقوم بتشهير من يقوم بذلك. صحيح. يجب أن تنفذ عليهم أحكام، يجب أن تعمل كورسات، يعني مشكلة ونتعامل معها. صحيح. نعم. طيب دكتور خالد، حضرتك يعني قاعد توجه يمكن كلام أكثر للأطباء، بس لو تكلمنا عن المعتدين نفسهم وشفنا كثير اعتداءات طالت الطواقم الطبية والممارسين الإداريين والممرضات وغيره كثير، كيف يتم التعامل مع هذه الحالات وكيف يتم توعية المعتدين؟ حقيقة طبعا نحن ما نضع اللوم كله على أغلب الاعتداءات تأتي من أقارب المريض. نعم. وانت ترى في حالات الاحتكاك والعنف ترى يجي معهم مريض حالاتهم النفسية هم تعبانين جدا، يجي مريض يبكي معهم، واحد هبوط ضغط يخافون أنه يموت، وبعضهم حالات النفسية تعبانة وبعضهم عنده مرض نفسي يتعالج منه، واجتمعت عليه الضغوطات هذه من كل وقت، فرفع صوته ويبغى يوري الناس أنه يبغى يساعد هذا المريض. فهي ثقافة، يجب مثل ما احنا قاعدين نتكلم الآن عن وسائل الإعلام أنه ترى في حقوق للممارس الصحي، ما ترفع صوتك عليه، هو سيساعدك. الثقافة هذه يجب أن تنشر. تنفيذ الأحكام، مثل الآن الواحد إذا جاء بيوقع شيك يتردد مليون مرة لأن في تشهير بيوقعون شيكات من دون رصيد. هل تم التشهير بشخص قام بالاعتداء على طبيب؟ طبعا هذا التشهير يدخل في نظام المحاكم لدينا، لكنه أنا أتمنى أن العقوبة تزداد لتشمل التشهير على الأقل بأول حالات ليكون رادع لهم. كون عندك انفعال نفسي، كون عندك مريض، ما يسمح لك أبدا أنك تعتدي. لكن هذا لا يعني أنه حتى الناس اللي عندهم قانون زي أمريكا مثلا، في واشنطن ستيت قبل أسبوعين في واحد أطلق النار على طبيب جورج دبليو بوش. صحيح. وقتله قدام المستشفى. صحيح. يعني حتى في الناس اللي ثقافتهم عالية وعندهم قانون العنف موجود، لكن هذا لا يعني أن ما نشتغل على المشكلة اللي عندنا. صح. نعم. طيب دكتور، هل تشوف أنه في نقص في الطواقم الطبية ممكن هذا الشيء يؤدي إلى يعني الغضب أو يصير في انفعال أو ضغط على الطواقم الطبية؟ يعني بشكل مبسط، هل ممكن يكون الشخص اللي يشتغل في المستشفى هو السبب اللي يعني زي أثار غضب المريض، عشان كده ممكن يعني يصير في اعتداء من الأشخاص العاديين؟ الدراسات تثبت كلها أن السبب الأول في الاعتداءات هو الانتظار الطويل، بالذات الانتظار الطويل في الطوارئ. فجزء من أسباب الانتظار الطويل في الطوارئ نقص الاستافية. عندنا في كل دولة في العالم في نقص في الأطباء، بس بالذات عندنا في نقص. أنا أتمنى أن يتفعل نظام الصحة الأولية بحيث أن في عيادات تستقبل وتشيل العبء عن الطوارئ. أتمنى أنه أيضا يكون فيه استقبال للمرضى وفرز لهم سريع في الطوارئ. نعم. بحيث تقل درجة الانتظار عندهم، ما يكون في انتظار وقت طويل. نعم. طيب دكتور، بس سؤال، هل في مستشفيات بادرت في إيجاد حلول لمشكلة زي الانتظار الطويل؟
الانتظار الطويل هي مشكلة، كل ما كبرت الطواري بسبب عدم وجود نظام صحي رعاية صحية ولية فعال عندنا زادت الانتظار في الطواري. يعني الانتظار في طواري الرياض الآن لحالات القلب مثلا عشان يصل للطبيب تقريبا 4 إلى 6 ساعات في الدراسات اللي سويناها. فهذه يحتاج أن يقلل، يحتاج أنك تزود أعداد الاستافية، يحتاج أنك تزود التمريض، يحتاج أنك تفرز، تسوي فرز في الطواري. في مستشفيات أعرفها أنا قامت بتفعيل عيادات موجودة في المستشفى تستقبل المرضى إلى الساعة 12 من الليل، فإذا جاء في الطواري شافوا حالته بسيطة قالوا أنت تحويل للعيادات، في طبيب بيشوفك الآن، بحيث أن الضغط يقل على الطواري. وهذه مبادرة جيدة جدا من المستشفيات، ما تقعد كل الحالات في الطواري مثلا 30 حالة 40 حالة كلهم ينتظرون نفس الطبيب، كذا بيزداد حالات الاعتداء على الأطباء وعلى التمريض. طيب الآن دكتور خالد، يعني احنا حكينا على أكثر من نقطة، من ناحية التوعية، من ناحية الكورسات، من ناحية كيفية التعامل، من ناحية إيش الأسباب والمسببات، لكن الآن القانون اللي صح يعني في أكثر من ميدان تحذر وتنوع عن أنها بتحمي منسوبينها وبتلاحق كل المعتدين. أنت يا دكتور خالد قد مرة سمعت عن إجراء تم فيه البت في مثل هكذا القضايا؟ سمعت قد مرة؟ نعم، هناك حالات حولت من وزارة الصحة رسميا إلى المحكمة وصدرت فيهم أحكام شرعية. ليش ما طلعت للإعلام؟ طيب المحكمة نفسها نشرت. دكتور خالد هذا هو المشكلة. أوكي. إحنا عندنا المشكلة عندنا يا دكتور خالد. نعم. القضية تفرز وتطلع على السطح، لكن تبعاتها اللي المفروض نتعامل فيها من مبدأ المعاملة العوام زي ما يقولون أضرب المربوط يخاف المنفلت، المفروض أنه لما يشهر ويبت فيها تعلن على كل وسائل الإعلام على نفقة المعتدي أو على نفقة. نعم. الشخص بكل تأكيد، بس أنت كمان لازم تسمع للجانب الآخر. يعني حتى في وزارة الصحة تقول أنا مالي سلطة على رجال القضاء أقول هذا يشهر به، فالتشهير جريمة قانونية، ما لها دخل بالتشهير يا دكتور، لازم المحكمة تحكم فيه. دكتور ما لها دخل بالتشهير، ما لها دخل بالتشهير. أنا المفروض كوزارة صحة أطلع بيان إلى أنه القضاء حكم كذا 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 وفعل كذا كذا كذا، أو حتى الصحف تنشر. إيش معنى أن ننشر الجانب السيء والجانب اللي تم فيه الردع وتم إيقاف فيه المعتدين أنا ما أنشره؟ هذا بعد إجحاف. لا لا، هذا قبل، ترى قبل أسبوعين نشر من وزارة الصحة أن حالات كثيرة نفذت في المحاكم وتم تطبيق القانون عليهم أمام المستشفيات اللي اعتدوا فيها. أنا أتمنى كل، لكن ما يقدروا يطلعون أسمائهم. أنا ليش أسماء. ما أقول أنا أتمنى أن القضاء، والله بدون ذكر أسماء ما نحتاج، نذكر اسم الحالة والمنطقة والقصة وانتهى الموضوع، ولا حد يقدر يقاضينا، ولا حد يقدر يرجعنا قانونيا، ولا حد يقدر يقول لنا ليش ننشرون. وأنا أتفق معك في ذلك، يا ليت أنه هم بدال ما يحطون قانون مجرد إعلان عام من ترى في حالات تنفذت، يا ليت يذكرون أن الحالة الفلانية اللي تم الاعتداء فيها في المحل الفلاني تم اليوم الساعة كذا تنفيذ كذا وكذا. صحيح. في محل كذا وكذا كذا يكون راسك. فيها ردع أكبر، وأنا أتفق معك في ذلك. هذا اللي نبيه. نعم. طيب دكتور خالد. نعم. سمعنا عن حالات. نعم. عن تنازل الأطباء والطبيبات عن تنازلهم عن حقهم، إيش رأيك في هذا الموضوع؟ عدة أشياء ترى، وهذه رأيتها كثير من الدراسات اللي حنا سويناها. كثير من الناس يقول يا أخي، الضحية يحسب حساباته يقول يا أخي أنا ما أبغى مشاكل، ويجون أهل المريض يقولون حنا آسفين وحنا غلطانين، ويروحون للإدارة وتكفون كلموا الطبيب أو الممرضة ويضغطون عليها، وهو يبغى يجلس في المستشفى ما يبغى مشاكل. فيقول تدري، وهذه من طبيعة المهنة، الواحد يتحملها ويمشي. لكن هذا المشكلة إذا أنت ما وقفت لحقك وسجلت رسميا وعاقبت المسيء، هذا سيتطور إلى اللي سأل زملائك. صحيح. وللي وراه. لكن لو عوقب الأول والثاني والثالث كذا الناس يرتدعوا، يعرفون أن ترى في عقوبة.
نعم. يعني هذه رسالة توجهها يمكن الأطباء والطبيبات، أنه عدم التنازل وحتى لو كان في ضغوطات من أهل المريض وغيره لا يرضوا، لأنه الموضوع حيتفاقم كده، أنتم أنتوا قاعدين تساعدوا المشكلة، قاعدين يمكن حتى تزيدوها. صحيح. بكل تأكيد أنا اللي أطلب من زملائي أنه رجاء لا تتردد في الاتصال بكود وايت على السنترال، كود وايت حقك أنه يحضرون السكيورتي ويدافعون عنك ويوثقون الجريمة اللي تستطيع بها مقاضاة القانونية. نختم فيه، هل يحق للإدارة الصحية أو الطبية اللي مثلا ينتمي لها الممارس أو الطبيب أو كذا، هل يحق لها أن تضغط على فرد من أفرادها بحيث أنه يقفل القضية أو أنه يخلص الموضوع؟ طبعا أنت عارف وسيد العارفين وعارف الوضع، يعني قانونيا ما يسمح لهم، لكن مديرك يتصل عليك، مديره يتصل عليك وتكفى فلان ونبغى فلان وأنا أحتاجه بعدين، تعرف العلاقات بين البشر، فيضطر أنه يجامله لسبيب مصلحة هو يرجوها مستقبلا. لكن أنا اللي أطلب من زملائي والممرضات والاستقبال، لا تتنازل، لأن المصلحة أكبر وهي مصلحة زملائك في العمل. لا تتنازل حتى تنشر ثقافة أن ترى إذا أحد اعتدى علينا ترى بيجي له عقاب ويجي له رادع، وهذا ينشر ثقافة ابتعاد عن العنف. حتى في أمريكا أنا رأيت مستشفيات يكتبون zero tolerance to violence، نحن ما نستحمل منك لا كلمة ولا تصرف خاطئ، وهذا ينشر رسالة قوية للمريض وأهله. وإحنا جاتنا رسالة قوية أنه لازم نختم معك يا دكتور، لأنه استنفدنا الوقت ما شاء الله ومدينا معك. شكرا لك ضيفنا من الرياض الاستشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر، شكرا لوجودك معنا في ميسي. يعطيك العافية دكتور.